رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا يا رب. السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم بيتكوين. فيديو جديد قناتنا، قناة مهتمة بأخبار العملات الرقمية. عملة تيرا لونا كلاسيك وصلنا لدعم مهم جدا. شو اهداف العملة اللي هتكلم عليها بهذا الفيديو؟ قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات مشفرة. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، اذا بنفتح عملة تيرا لونا كلاسيك على فريم الوان داي، نحن وصلنا للترند الصاعدي اللي موجود على فريم اليوم. هذا الترند لمسناه تقريبا 3 مرات قبل المرة الموجودين نحن فيها حاليا. المرة ما قبل الاخيرة لمسنا هذا الدعم ارتفعت العملة بنسبة 600%، وارتفعت العملة وحققت قمة جديدة. العملة ارتفعت 650% منذ لمس هذا الترند. العملة بعد ما لمست بالمرة الأخيرة ارتفعت بنسبة 60%، ونحن اليوم عند نفس الدعم. بعد انهيار أسهم بنك سيلفرغيت، العملة انخفضت من 0.3017 إلى 0.3014.5. العملة نحن حاليا متواجدين على ترند، وتشكل عندي مثلث. كسر المثلث الى الاعلى يعني راح نتوجه الى قمم جديدة على العملة، وهدفي الاول راح يكون 0.3020 عند منطقة تواجد موفيج افرج 200. لكن كسر المثلث الى الاسفل هذا بيعني قيعان جديدة للعملة، وهدفي هو 0.409 وبعدها 0.405. بهاي المناطق هي الاهداف الهبوطية. خلينا نرسل لكم الترندات. عندي هدف هبوطي اول 0.3009 في حال كسرنا ترند الصاعد الى الاسفل. 0.405 هو الهدف الثاني اذا فشلنا بالتماسك اعلى دعم 0.409. لكن في حال كسرنا المثلث الى الاعلى راح نتوجه كهدف اول عن منطقة الموفيج افرج 200 0.3002، وبعدها راح نتوجه للمقاومة التالية اللي هي 0.3003، وطبعا كسر هاي المقاومات راح تقلب المقاومة لدعم. لهيك بعد كسر المقاومتين راح نتوجه لقمة تاريخية للعملة، ونرتفع بنسبة 700% وممكن نوصل لربح بيوصل لل 1000%. لكن هذا الشيء بنحتاج لبول ماركت في سوق الكريبتو وخاصة البيتكوين. إذا بنشوف البيتكوين على فريم الأربع ساعات حاليا نحن بمنطقة دعم، كمان الترند صاعد وعم نتداول على هذا الترند. لكن التداول بشكل عرضي هذا خطير جدا، ممكن يصير عندي كسر للترند في الايام الجايه، واذا صار كسر للترند فنحن بنعني كسر ترند الصاعد على عمله تيرا لونا كلاسيك كمان. لكن انا بتوقع في الفتره القادمه ارتداد من المناطق الحاليه الى منطقه 23200. بهاي المناطق ممكن عمله تيرا لونا كلاسيك تعمل ارتفاع اكثر من ارتفاع البيتكوين وسوق العملات المشفره. خليني اولا استهدف على فريم الاربع ساعات منطقة 0.3017 حتى يتشكل عندي موجة صعودية قوية، ونقدر بهالطريقة نخترق مقاومة 0.3017. اي اقفال اعلى 0.3017 يعني احنا اقفلنا على الترند الهابط الخاص بالمثلث. مجرد ما يتم الاختراق واقفال شمعة يوم اعلى هذا الترند فنحن تلقائيا نتوجه لقمم جديدة للعملة. باقي على الحرق تقريبا شهر، رح يتم الحرق في يوم 2/4/2023. تم حرق عدد قطع في المرة السابقة تقريبا 8,860,000,000 قطعة. أصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.